طبعا يا فندم، احنا ده دورنا وواجبنا وحق الشعب المصري علينا، واحنا بنشكر جميع المواطنين على الصوره المشرفه اللي كانوا فيها والتزامهم الكامل بكافه اجراءات التامين خلال الايام الثلاثه. طبعا صحيح. انا قلت في البيان الاولاني وقلت لحضرتك قبل كده ان احنا من القوات المسلحه كانت منتشره في جميع المقار الانتخابيه في جميع المحافظات المصريه من يوم الخميس 18 ابريل، تمام. وحتى الان طبعا بنامن لجان الفرز. قوات كانت موجوده في جميع المقار بتعاون مع وزاره الداخليه، وكان في مخصص قوات للتدخل السريع على اي مواقف طارئه، والحمد لله احنا لم نتلقى اي شكاوى خلال 3 ايام التصويت تعرقل سير عمليه الاستفتاء للمواطنين. ده بالاضافه ان طبعا المناطق النائيه والحدوديه حق المواطنين المتواجدين فيها يمارسوا كافه حقوقهم الدستوريه زي اي مواطن في المحافظات المصريه بالكامل. وسهلنا انتقال القضاه بواسطه مجهود جوي وصناديق الاقتراع، وحاليا بعد اعمال الفرز هننقل الصناديق والقضاه للجان الفرز الرئيسيه والعامه بواسطه برضه مجهود جوي مخصص، بالاضافه ان طبعا هيبقى في رحله عوده للقضاه بواسطه مجهود الجوي من القوات المسلحه ان شاء الله. اعتقد كمان سيادة العقيد انه تأمين الصناديق وتأمين السادة القضاة حتى وصول الصناديق الى اللجان العامة ومنها الى الهيئة الوطنية للانتخابات، حضراتكم بتشاركوا في جزء كبير من هذه العملية التأمينية. جميع الصناديق يا فندم بعد اعمال الفرز اللي بتتنقل للجان العامة واللجان الرئيسية تأمينها مسؤولية القوات المسلحة ووزارة الداخلية، واحنا ما زلنا متواجدين بنأمن اعمال الفرز في جميع المقار على مستوى الجمهورية بالكامل. الحمد لله زي ما حضرتك تفضلت ما فيش اي شكاوى، ما كانش فيه اي مظالم بعض الناخبين او بعض الجمعيات تقدمت بها لحضراتكم عن اي عرقلة او اي تهديد حصل لي سواء القضاء او السادة الناخبين في اثناء او بعد عملية التصويت. الحمد لله يا فندم تماما، وده طبعا بيدل على المظهر الحضاري والتفاهم المواطنين ودعمهم الكامل لاجراءاتنا في التأمين. الحمد لله. الحمد لله. انا بشكرك شكرا جزيلا، وشكري طبعا موصول لجميع افراد القوات المسلحه اللي بذلوا جهد وما زالوا في حمايه البلاد في هذه العمليه التصويتيه وبصفه عامه في تامين الحدود والبلاد بصفه عامه. شكرا جزيلا العقيد تامر رفاعي المتحدث العسكري. جهد كمان لازم نشير اليه، جهد القوات المسلحه وجهد وزاره